اللجين، تعالوا نشوف اللجين، نفس الفكرة يا جماعة، نفس الفكرة. نحن دائما يهمنا في التعامل مع أي سهم إننا نطمن إنه عندنا توجه صاعد، مع إنه التوجه زي ما أنتم شايفين، شايفين كيف دمه ثقيل لأنه عرضي، لكن ترى والله فيها برات حلوة. هذه قناته الصاعد الآن اللجين. اللجين الآن موجته كلها، لاحظوا من فين نزلت، من قمة عام 2022 في شهر، يعني كملنا سنة الآن من شهر 4/22 ل4/23، الآن نحن في مايو دخلنا في السنة الثانية، يعني سنة وشهر. نزلت اللجين من فين؟ من 81.5 إلى قاع الموجة كم؟ 33.75 هللة. والله مبتدئ وأبدع صراحة يعني في السنتين الماضية، بس شوف صحح تصحيح، كان تصحيح محترم. وبالمناسبة يعني حتى لو فتحنا الشارت التاريخي على الشهري سنجد أن هذه المستويات سبحان الله اللي تصنيع بدأ يبني منها القناة هي في الأصل كانت في يوم من الأيام نقطة تحول وانفجار سعري في اللجين. هنا شوفوا هنا لما جينا بعد كورونا شوفوا الاختراق اللي حصل، حصل يا جماعة، وهنا كان يوجد عندنا ترين. وشوفوا حتى لو نجي نبغى ندرس اللجين استراتيجيا، شوفوا هو الأصل في اللجين هو أصل قناة صاعد، قناة صاعدة ذات قيمة فنية عالية حتى على الفريم الكبير. لكن إحنا الآن مو هذا واردنا، نحن عايشين الموجة دي، نقول وبالله التوفيق اللجين في اتجاه صاعد. عنده مطب، عنده مطبات هنا، يعني شوفوا متى ممكن لا سمح الله ينزل يختبر الترين، لازم يجي كاسر الدعم ده 37.30. وانتوا تعرفوا النظرية، يعني سهم ما دام فوق 37 اذا كنت نازل قريب منه تنقلب دعم، وهو عنده مطب هنا وعنده مطب تاني كمان اعلى شوية. الحمد لله ان الاسبوع الماضي السهم رجع قفل فوقه عند 38.30، لذلك نقول وبالله التوفيق خلال الاسبوع القادم ما لم نكسر 37.30، ها، لانه كسر 37.30 يا شباب معناها كشفت 35.30 خط ترين. يعني انا ما افضل واحد يملك اللجين ومتعلق يخرج من اللجين بخساره ما دام السهم فوق الترين 35.30، يبغى يتحمل يبغى يعدل. يعني لو واحد قال لي 10% ابو محمود اقول له طيب ممكن تعدل تصير 5% ولا تطلع من السهم بالارقام دي الرخيص، لكن تعال شوف مقابلها ايش. لو نجح اللجين ما كسر 37.30 فجاء خلال الاسبوع القادم، هاي تعالوا شوفوا الان انا اعطيكم سر قوه اللجين وروحه اللجين للاعلى. اعتبر انه قمه الاسبوع ما قبل الماضي كانت قمه ادنى من قمه الموجه اللي قبلها تبنى منها السقف، في قمه هنا كانت عند 42 وهنا في قمة سواها اللجين عند 40.70. ما هي مقاومة هذا الأسبوع في اللجين؟ لو جاءت شمعة الأسبوع ده واقتحمت 40.5، الله أكبر، ماذا سيفعل اللجين؟ ها مين يقول لي ما هي الجبهة اللي حتنفتح في اللجين؟ تخيلوا إن اللجين حيفتح جبهة تجتمع فيها ثلاثة معطيات فنية من عيار ثقيل، حيجتمع فيها مو ضروري الأسبوع القادم لو اللي بعده، يعني لو مش السهم عرضي ما طلع بسرعة بس أغلق خلال الأسبوع فوق 40.5، فتح جبهة سقف القناة. أين يقرأ سقف القناة؟ 43 وكسور. متوسط 200 كم يقرأ؟ 44.5. الفيبو كم يقرأ؟ 45. أنا أبغاك، لذلك أبو محمود يقول سيكون هدف اللجين ما بين 43 وال 45، هذه الجبهة اللي حتنفتح، لأنه بعض الأحيان ممكن لما تكون ثلاثة محطات فنية جنب بعض يروح يضربها كلها، لكن ممكن ما يغلق فوق سقف القناة يجني أرباحه، ولكن هذه الجبهة اللي تنفتح لو دخل عالم الأربعينات واقتحم 40.70 أو 40.5. خلاص يا شباب فهمنا اللجين الآن؟ طيب هل في قلق من اللجين؟ حاله حال سابق للمغذيات، حاله حال الأم سابق، كلهم نفس الفكرة، كلهم عندهم ترندات محترمينها. وأنا اللي أقصده في اللجين ترند هو عند 35 وليس عند 37، لأنه هذه تبقى قناة صاعدة، حرام تفرط في اللجين ما لم يكسر ترندها، لكن تقدر تعدل، تقدر تسوي شيء. لأنه على فكرة بالمناسبة تخيلوا أن اللجين واحد تعلق ب 38 وراح عدل ب 35، معناه نطاق الحركة المتوقع يلعبها كم؟ 20%. يعني لما يضغط اللجين يزيد، تزيد الهبرة حقته، لما اللجين يضغط واحد ينفذ أمر تحت حتزيد الهبرة، لأنه نحن هدفنا لو اخترق 40 قلنا كم؟ من 43 ل 45، فتخيل اللجين يوصل 36، يوصل 35، حلو؟ 5 عفواً
يوصل ايوه يوصل 35 و30 يصير 10 ريال 9 ريال الهبره. حلو، فهذا اللي اقصده انا، لا تفرط بخساره وانت تعلم انك في قناه صاعد، لانه السهم لو هدى حيروح. وانا احساس الفني ايش يقول؟ اللوجين لن يكسر ال 37 30، حتكون الكتف الايمن، واحتمال يكون هذا الوتد اللي سواه نزوله الاسبوع الماضي ووصوله الى منطقه 37 80 خلاص شالوا الرجاجيل، هو الان يستعد خلال الاسبوع القادم للعوده، ممكن ما تكون عودته قويه متوقع يعني، لانه حيبقى تحت ال 40 ما هو قد، لكن هو الكلام والحركه السعريه القويه اللي ممكن تسوي هذا لو عدى ال 40 ممكن نشوف المنظر ده بحول الله تعالى. يعني انا خلينا اديله اسبوعين ثلاثه ممكن اقصى شيء يحقق ال 20% هذه 37 ل 40 10%، ومن 40 الى قريب 45 44 قريب 20. نسال الله التوفيق لملاك اللوجيك.